يفهم شابوبا. اليوم نتأكدوا أنه الإنجاز تخطيط ومثابرة، أنه تحقيق الأحلام عنده ثنية واحدة، الخدمة والإيمان، أنه طريق النجاح كي يبدأ فارغ مش معناها طريق مسدود، أما يمكن حد ما مشى فيه قبلك. الكلام اليوم على راجل طوع القدر لطموحه، على راجل نور بعلمه ثنية المجهول. الكلام اليوم على محمد علي العنابي. نهار 19 مارس 1905 تولد محمد علي العنابي في عائلة مثقفة أصيلة راس الجبل من ولاية بنزرت. 5 سنين بعد يلتحق العنابي بالمدرسة الفرنسية العربية في بنزرت، وين يتحصل على الابتدائية، منها يتنقل للصادقية، وبعد ليسي كارنو وين يتحصل عام 1926 على البكالوريا في الرياضيات، وفي نفس العام وبعد أشهر قليلة يتحصل على بكالوريا ثانية، المرة هذه في الفلسفة. شهادتين باك فرد عام يوريو شغف محمد علي العنابي بالمعرفة، حبه للعلم والأدب وسعيه للتميز. عام 1929 يتقبل العنابي في أعرق جامعة علمية في فرنسا، الجامعة اللي ما قبلت حتى تونسي قبله في صفوف تلامذتها، ليكول بوليتكنيك باريس اللي قضى فيها 4 سنين بنجاح. العنابي طموحه ما عندوش حد. 1933 يتقبل في المدرسة الوطنية العليا للمناجم في العاصمة الفرنسية، وين يتخرج منها عام 1939، وكان يقرأ في نفس الوقت اختصاصات أخرى، ويتحصل بالفعل على إجازة في الأدب وإجازة أخرى في الرياضيات. في فرنسا زملائه توقعوا أنه باش يكون هذا آخر ديبلوم، لكن مازالوا ما يعرفوش بالقديل البنزرتي والدراس الجبل اللي جاي من بعيد يلوج على العلم من المهد إلى اللحد، جاي يجمع فيه باش يزرع وين تربى، ينفع به بلاده، ينفع به تونس. في آخر عام ليه في فرنسا يتحصل على شهادة من المدرسة الوطنية للعلوم السياسية، في عام واحد في بقعة 3 سنين اللازمين لأي طالب عادي باش يتحصل على شهادة من هالنوع. لكن العنابي خارق للعادة، قبل ما يرجع محمد علي العنابي للبلاد بأشهر قليلة تتصل به جماعة السوربون وتطلب منه يقعد في فرنسا يلتحق بأساتذتها، وتقترح عليه الجنسية الفرنسية، لكن العنابي يرفض ويجاوب ضمنيا: أنا عندي ما أحسن، أنا عندي البلاد، أنا عندي تونس. 1937 يرجع العنابي لتونس يتوظف في خطة مهندس مساعد مختص في المناجم، وقليل وين ينجم تونسي يشغل وقتها خطة وظيفية في الإدارة التونسية لبلاد اللي كانت في قبضة الاستعمار. لكن كما كل جيل الثلاثينات، تفكير العنابي الكل كان على تهيئة التوانسة لمسك زمام البلاد. بدأ من السبور وين ترأس بين 1940 و1941 النادي الإفريقي. عام 1947 ساهم في إنشاء جمعية المهندسين والتقنيين التونسيين لتهيئهم المسك شؤون البلاد وتحذيرهم للحظة اللي يستنوا فيها التوانسة الكل، الاستقلال. يترأس العنابي لمدة 20 سنة جمعية قدماء الصادقية اللي جمعت ألمع الشخصيات الوطنية. عام 1959 أعوام قليلة بعد الاستقلال، وبفضل شهادته العلمية، مقالاته وأبحاثه يوصل صيته للعالمية، ويتمكن من شغل خطة مفوض البحث العلمي والطاقة النووية في وكالة الأبحاث الذرية في فيينا. توفى محمد علي العنابي نهار 4 أفريل 1962. محمد علي العنابي اللي خطط للنجاح، خطط أنه يبني أجيال، أنه يهيئ وطن، وعرف أنه العلم هو أحسن سلاح. الكلام اليوم على محمد علي العنابي، للي ما يعرفوش أسمع منا، هذوما ولاد البلاد اللي بناو البارح، اللي اليوم قدوة، الأحلام غدوة. شابوبا محمد علي العنابي. يفهم شابوبا.